ومتابعة شؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية، وهو ما يفتقر إليه ما تفتقر إليه الكثير من أنظمة العديد من الدول المتعددة عرقيا ودينيا. إن الحكومة العراقية كانت ولا تزال حكومة منسجمة في مكوناتها، وتعمل ولا تزال لترويج الحوار البناء لتسوية القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وبدون شروط مسبقة، ولا يمكن بأي حال القبول بالقرارات اللادستورية من قبل حكومة إقليم كردستان العراق والتفريط بوحدة العراق المضمونة دستوريا. وقد صوت مجلس النواب العراقي من منطلق حرصه على وحدة العراق أرضا وشعبا على رفض الاستفتاء وإلزام حكومة العراق باتخاذ التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل العالقة، انطلاقا من المادة الأولى في الدستور العراقي الذي ينص على أن وحدة العراق واحدة وسيادته واحدة وغير قابلة للتجزئة. وطالبت الحكومة العراقية بحكم مسؤوليتها المحكمة الاتحادية العليا بإصدار أمر ولائي يرفض عملية الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق في 25/9/2017، والذي يشكل مخالفة كبيرة وخرقا للدستور العراقي، لا سيما فيما يتعلق بوضع المناطق المتنازع عليها التي تمتاز بتعدد القوميات والمذاهب والديانات والتي تؤدي إلى نزاعات داخلية وإقليمية. يتطلع العراق في السنة المقبلة لإجراء الانتخابات التشريعية البرلمانية التي ستجري في الربع الأول من عام 2018، وأن استعدادات القوى السياسية المتمثلة لجميع العراقيين قد بدأت تلوح في الأفق السياسي القريب، وأن النجاح في هذه الانتخابات سينقل النظام السياسي العراقي الديمقراطي والتعددي القائم على التداول السلمي للسلطة إلى تكريس الاستقرار السياسي بما يمتاز به من ثقافة ديمقراطية مستدامة تجعل العراق محصنا إزاء الأزمات. كما تعزز لديه الاستقرار والنهوض الاقتصادي والتوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030. وعلى مستوى علاقة العراق بالأمم المتحدة، فإن العراق يعمل مع الأطراف ذات العلاقة والجهات المعنية فيها على تسوية القضايا العالقة في مجلس الأمن من أجل التخلص من أعباء الالتزامات التي ورثها العراق من النظام البائد، والتي نجحت الحكومة العراقية في التخلص منها شيئا فشيئا، مع الحفاظ على الوفاء بتلك الالتزامات الدولية وصولا إلى استعادة العراق لمكانته الدولية التي كان يتبوأها قبل اعتماد قرار مجلس الأمن 661 لعام 1990. فقد حرص العراق على احترام الشرعية الدولية والتعامل مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة به وما بينه وبين الكويت الشقيق بأعلى قدر من المسؤولية والاحترام. وقد وقع العراق الترتيبات اللازمة تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1958 الخاص بالنفط مقابل الغذاء، وما زالت أمامنا تعويضات دولة الكويت الشقيقة والتفاوض جار على قدم وساق لإنهائها مع شقائنا الكويتيين. اعتمد مجلس الأمن في يوم 21/9/2017 قراره التاريخي 2379 في مجال جمع الأدلة الجنائية لمحاكمة إرهابيي داعش عن جرائمهم التي ارتكبوها في العراق أو في أي دولة أخرى، إذ طلبت تلك الدول أو تلك الدولة مساعدة الفريق التحقيقي المشترك الذي سيضم قضاة ومحققين وخبراء جنائيين عراقيين يعملون جنبا إلى جنب مع خبراء دوليين من أجل جمع وحفظ وخزن تلك الأدلة في العراق، وهو تعبير عن رغبة شعبنا العزيز في إنجاح الحملة العالمية لجلب داعش إلى العدالة بسبب جرائمهم في العراق، ولا سيما الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقد بني القرار الحالي على دعائم أساسية تدور في إطار واضح واحترام كامل لسيادة العراق واختصاصه القانوني والقضائي في مجال جمع الأدلة الجنائية عن جرائم داعش، وندعو الدول الأعضاء إلى تمويل نشاطات الفريق التحقيقي وتزويده بالمعدات أو الخدمات لنجاح عمله. ويطالب العراق من على منبركم الموسوم منبر الأمم المتحدة هذا مساعدة الدول الصديقة
النووية في بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية واستنادا إلى حقه في الوصول إلى التكنولوجيا النووية، والنهوض بمختلف القطاعات ذات الصلة بتلك التكنولوجيا وفق الأسس القانونية لحق الدول في الاستخدامات السلمية المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بخاصة المادة الرابعة التي أشارت إلى الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الدول والأطراف في المعاهدة في إنماء بحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية لأغراض السلمية من دون أي تمييز، ولا سيما بالنسبة للدول النامية. سيد الرئيس، تدرك حكومة بلادي جيدا أن طبيعة التحديات والتهديدات للسلام والأمن والاستقرار والتطور في دول العالم تستلزم وجود حوار أصيل بين مختلف الثقافات والحضارات، إذ أن الأحداث التي تمر بها العديد من المناطق الجغرافية تؤكد على الحاجة إلى تعزيز ثقافة السلام والدفع بها إلى جدول أعمال الأمم المتحدة، خصوصا بعد أن اتفقت الدول الأعضاء على الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة حول المجتمعات المسالمة والشاملة. أن التعايش السلمي بين الشعوب وبين أفراد المجتمعات ذاتها لا يمكن إدراكه من دون نظرة تعزز التسامح، بوصفه طريقا مضمونا لتأسيس المجتمعات المعاصرة ولتقوية الروابط الاجتماعية وإثراء الجانب الإنساني في العلاقات بين أفراد المجتمع. مما لا شك فيه أن أفضل الطرق لنظام السلام الدائم والتسامح هو تعزيز التنمية المستدامة وضمان الفرص المتساوية للجميع واعتماد العدالة في توزيع الثروات الوطنية بشكل يشمل الجميع بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد. ولا يمكن بأي حال أن ننكر الدور الذي تؤديه القيادات الدينية والاجتماعية في إشاعة ثقافة السلام في دولنا، إذ أن الديانات المختلفة تدعو إلى السلم والعيش الإنساني. ولعل من أروع الأمثلة التي برزت على المسرح المعاصر دور المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وتحديدا السيد السيستاني عندما ساهم في أكثر من مناسبة بإخماد الفتن التي كادت تعصف بالعراق كله. وأنا نود أن نشير إلى أن تبني المناهج التربوية التي تدعو إلى تكفير الإنسان ونشر المفاهيم والفتاوى التكفيرية الخاطئة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تؤدي إلى ظهور الانحرافات الفكرية والأيديولوجية المتطرفة التي تتخذ من الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله وسيلة لفرض أفكارها المتخلفة التي تعرض السلم والأمن الدوليين إلى خطر كبير والحضارة البشرية إلى أضرار فادحة. وهو ما يجب علينا العمل مع اليونسكو والجهات الفاعلة الأخرى لإيصال رسالة مفادها أن التربية السليمة لا يمكن الاستغناء عنها من أجل نشر قيم التسامح ونبذ التطرف والإرهاب. وقد اقترن الجهد الأمني للحكومة العراقية وسعيها إلى إحلال الأمن والسلام في البلاد بتبني مشروع المصالحة الوطنية الذي تم اعتماده من أجل تأكيد التلاحم بين أبناء الشعب العراقي وترسيخ قواعد الوحدة الوطنية وإشاعة أجواء المحبة والانسجام بين مكونات الشعب العراقي وتعميق روح المواطنة المخلصة للعراق التي يتساوى عندها كل العراقيين في حقوقهم وواجباتهم من دون تمييز بينهم، من أجل بناء وتجدير الحالة الوطنية الواسعة لمواجهة التحديات وتهيئة كافة مستلزمات عملية بناء العراق ورفاهية شعبه. تشهد منطقتنا موجات نزوح كبيرة بسبب تنامي الأزمات والصراعات، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة حرجة للنازحين وعدم قدرة الدول المستضيفة على تقديم المساعدة المطلوبة في هذا المجال. وفي العراق أخذت هذه الأزمة أبعادا أكثر تعقيدا بسبب زيادة عدد النازحين العراقيين الذين هربوا من المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية.